بطبيعة الحال وقت تجي حكومة جديدة سنجد كذلك أزلام الترويكا. ووجبة المحاسبة حسب رأيك في إطار العدالة الانتقالية؟ أنا أعتقد أن العدالة الانتقالية يجب كذلك أن تحاسب الذين كانوا في حكومة الترويكا. والحساب راهو مش الغاية منه التشفي، هي على الأقل ثم مكاشفة وثم مصارحة. إذا أخطأت عن قصد تتحمل مسؤوليتك، إذا أخطأت عن غير قصد يمكن أن يمر هذا بسلام، لأن هناك قرارات اتخذت كانت لصالح الدولة وهناك قرارات كانت ضارة بالدولة من أجل حزب سياسي. أنا كنت أنا أعرف أشياء كثيرة كانت ضارة ومع ذلك تمرر لأن لم تمرر بالتوافق. ولكن في المجمل مسار العدالة الانتقالية يبدأ من 56 إلى اللحظة التي يدستر فيها، أقول مباشرة قبل حكومة سيد مهدي جمعة. ثم الناس يحبوا يرجعوا لواحد 55 وبعض الناس يقول